أهلا بكم، وهذه المتابعة لأهم الأحداث في مصر وفي العالم من استوديو الآن. تابعنا إذن منذ قليل الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي في المناسبة الخاصة بذكرى 6 أكتوبر وذكرى الانتصار التي تأتي في نسختها 45. الرئيس السيسي في كلمته الأخيرة تحديدا بالأمس في الندوة التثقيفية في مركز المنارة كانت لها الكثير من الرسائل الهامة التي ترتبط بالأحداث وبالتوقيت الذي يعيشه الوطن الآن، حيث ذكر الرئيس في واحدة من رسائل هذه الكلمة بأن الحرب لا تنتهي حتى الآن، ولكن المفردات متغيرة وأيضا العدو متغير. العدو ليس واضحا، والعدو يعيش بيننا، وأيضا العدو الذي أطلق عليه الرئيس الفكر المتطرف، ولذلك فإن الحرب لا زالت مستمرة. هذه الندوة التثقيفية أيضا 29 كانت في كلمة الرئيس بها الكثير من النقاط الهامة الخاصة أيضا بالتطورات ومستجدات الأوضاع على الأرض في الوقت الحالي، وأيضا بذكرى الانتصار وكيفية تجاوز الإحباط وأهمية التعامل مع العامل النفسي بعد 67، حيث ذكر الرئيس ملامح كثيرة ل67 وكيف كان هناك الكثير من العزيمة والحماس لتجاوز 67، حيث جاء النصر في 73. للمزيد من القراءة حول كلمة الرئيس في احتفال 6 أكتوبر وفي الندوة التثقيفية 29 للقوات المسلحة بالأمس، ينضم إلينا الآن عبر هذا الاتصال الهاتفي اللواء عادل العمدة مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا. أرحب بك سيادة اللواء، وأهم ما لفت انتباهكم في كلمة الرئيس. البدايه كانت بتطلب طمانه ان احنا قادرين كشعب مصري على كل المنحنى لو التحمنا واتحدنا وكنا وحده. لا، هناك صعوبه في التواصل سياده اللواء. الصوت يعني اعتقد انه غير واضح بالنسبه لنا، اذا ما ممكن ان تعيد المقطع الاول في اجابتكم وقراءتكم لكلمه الرئيس بالامس في الندوه التثقيفيه 29 القوات المسلحه مره اخرى. سياده اللواء، يعني كلمة الرئيس خلال الندوة التثقيفية 29 للقوات المسلحة كان بها الكثير من الرسائل الهامة، وكان هناك أيضا تأكيدات على بعض النقاط خاصة بالأحداث الحالية، والتكريم طبعا كان لأبطال الجيش أيضا يحمل الكثير من المعاني، هذا التكريم الذي جاء في هذه الندوة وفي فعالياتها للتأكيد على روح وعزيمة القوات المسلحة الباقية والمستمرة في حربها على الإرهاب تحديدا. ونحن نتابع أولا بأول الأحداث الخاصة بالعملية سيناء 2018. ماذا سيادة اللواء إذا كنت يعني معنا الآن على الهاتف، ماذا عن قراءتكم لأهم ما جاء في هذه الكلمة؟ القراءة يا فندم اللي بتتمثل في الرسائل اللي قدمها السيد الرئيس أثناء الندوة التثقيفية 29 امبارح، في تاكيد على ان هناك رساله طمانه للشعب المصري ان احنا كدوله قادرين على الالتحام والاتحاد والوقوف الى جوار بعضنا البعض، ان نتجاوز كل المحن والصعاب بل ونتغلب عليها. دلالتي على هذا المشهد ما حدث بعد 67 لما التفينا على بعض وكنا لحمه واحده وتفاعلت وامتزجت كل المؤسسات الدوله باطيافها المختلفه، كنا قادرين فعلا على تحقيق اعجاز بكل المقاييس. هذا الاعجاز نوع عن العالم كله، ولان اكده بالكامل ان هناك صعوبه جدا في اجتياز او قيام قومه للدوله المصريه مره اخرى او قيامها في حرب،
ولكن خالفوا كل التوقعات الشعب المصري بارادته وعزيمته وقدر يتجاوز. يبقى دي رساله طمانه ان احنا ايا كانت الصعوبات اللي هتفرض علينا احنا قادرين كشعب مصري ان احنا نتجاوزها. دي رساله الطمانه. الجزء الثاني التكريم بالنسبه للعناصر سواء للشهداء او لاسرهم او للمصابين من عمليه الشمال سيناء 2018 للتاكيد على التواصل الاجيال، ويمكن ده كان عنوان الندوه التثقيفيه 29. الجزء الثالث اللي بيتضمن استعراض التحديات الرئيسيه اللي بتجابهنا في هذا التوقيت واللي بتضعف عمليه التنميه، اهم شيء فيها كان الزياده السكانيه ثم قصه الوعي. معلوم ان العناصر الارهابيه والدول واجهزه المخابرات بعينها بتحاول تسقط الدوله المصريه وتوقعها في مغبه التفتيت والتشتيت. بيستخدموا في هذا الاطار ضرب العزيمه وضعف ضرب الاراده من خلال اعمال التغييب، واعمال التغييب دي يعني قله الوعي، يبقى هنا الوعي منقوص. استغلال هذا الموضوع يمكن تأدى في التعامل مع مشهد رئيس كلنا عارفينه، الفارق الجوهري اللي طرحه السيد الرئيس بين البطل احمد المنسي والخاين العميل اللي اتلخبط وقع في بئر الخيانه اللي هو هشام العشماوي. يبقى هنا دلاله على ان الوعي عنصر رئيسي وفاعل في بناء الدوله المصريه اللي لازم السيد الرئيس نوع على ان هو دائما ابدا في بدايه كل مؤتمراته ما تكون دي مقدمه، هذه المقدمه للساده الوزراء هم المستويات الادنى، فبالتالي المفروض ان هم كلهم يكونوا على وعي وادراك ان هم يظهروا هذا المعدن وهذه الصوره الحقيقيه اللي بتتسم بالشفافيه لمرؤوسيهم. لما يعي هذا القدر يبقى كده ضامن متضامن معايا في تنفيذ المهمه وعلاء شان الدوله المصريه. ما هو الدرس المستفاد يعني بذكر النكسه التي لم تفقدنا الاراده وان حرب اكتوبر معجزه؟ الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد ان نكسه 67 لم تفقد مصر الإرادة وتم إعادة بناء الجيش في إطار الإمكانات والظروف، وأشار إلى أن المعادلة الدولية آنذاك كانت مختلفة عن الوقت الحاضر، وكان الحصول على الأسلحة من معسكرين فقط، كما أن القيادة السياسية قبل الحرب كانت تقع تحت ضغط شديد بسبب عدم اكتمال الصورة أمام الشعب، لكن الرئيس أنور السادات اتخذ قرار الحرب رغم أن المقارنة بين القدرات العسكرية كانت كبيرة. يعني ما هو المستنبط من وحي هذا الزمن وهذه الفترة تحديدا بما ينعكس بالإيجاب علينا في هذا التوقيت؟ حجم الصعوبة، احنا ما حاربناش 67 كدولة مصرية ما حاربناش، فعشان كده هي نكسة اللي تعرضنا اليها. فبالتالي كان يمكن الدلالة على كده ان بعد 5 ايام او 10 ايام تقريبا ابتدت عمليات حرب الاستنزاف تتنفذ فعلا في العمق الاسرائيلي وبضرب اهم نقاط حيوية رئيسية فيه، عشان نثبت للعالم كله ان احنا مش ما فعلا ما حاربناش ولم نجابه. ودلالة على كده بعد 73 لما اتخذوا اجراء تاني، ايه الاجراء؟ لن ندخل في صراع مسلح مع مصر مره اخرى، ولكن سوف نجعل منها شعبا لا يستطيع ان يحمل سلاح. دي هذه المقوله قالها كبار السياسه الاسرائيليين. فدلاله ايه؟ لان في الصدام لما تعرضوا للصراع المسلح معانا مع جمهوريه مصر العربيه وشباب مصر وشعب مصر تعرضوا للنكس، فقال لا مش هنخش معاهم في صراع مسلح. لما جاءوا مراره الهزيمه والحرب والصراع المسلح يعني وافقوا على السلام، يمكن السيد الرئيس صراحه رئيسيه في الندوه بالامس. ده اللي بستنبطه من هذا الموضوع، ان قوتك وبارادتك وبعزيمتك تقدر تطوع كل المجتمع الدولي انه ينصاع تحت اوامرك، وشعب مصر معروف انه شعب عاصي، ما حدش بيفرض عليه حاجه. يمكن دي اهم الدروس المستفاده اللي كانت ظهرت في يعني ابتداء استعراض السيد الرئيس لحرب 67 ومتاهة. احنا 8 سنين من الشعب المصري سواء افراد قوات مسلحه او مؤسسات دوله بالكامل كانوا بيتعرضوا لمراره وانتصار الهزيمه الى ان وصلوا لمرحله النصر. هذا النصر اتى بعد صعوبات كبيره جدا تعتبر كمعجزه بالنسبه للشعب المصري انه ينفذها، ابهرت العالم، انجاز لن يتكرر ولم يتكرر الا من شعب يتميز بمواصفات وشخصيه معينه، وهو ده اللي بتتسم بيه دائما الشخصيه المصريه. يعني كانت هناك ايضا
تحت عنوان المستقبل، الرئيس السيسي وعد بأن تكون مصر في مكانة أخرى عام 2020، وتم الحديث عن القادم والعمل في الحاضر من أجل ثمار وإنجاز في الفترة القادمة، وذكر أنه من خلال العمل والصبر اللذان يعدان سلاح بناء الدولة، مع مطالبة المجتمع بضرورة المشاركة في تعمير الدولة. ذكر أن مصر ستكون في مكانة أخرى 2020، ويعني أيضا أكد أنه يجب أن يكون هناك التكاتف ما بين الدولة ومؤسساتها وما بين الشعب، وهذه ضرورة حتمية أيضا في هذا التوقيت. شوف حضرتك، وحل المشاكل الاقتصادية اللي احنا بنعيشها في اطار الاصلاح الاقتصادي اللي الدولة بتنفذه في هذه الفترة يتطلب مننا الاستمرار في العمل ثم العمل ثم العمل ثم العمل، يمكن السيد الرئيس كرر اكثر من مرة، ثم الصبر، لان احنا شعب نمتلك الارادة، وبتفعيل هذه الارادة نستطيع ان نحقق ما نرنو اليه من دولة حديثة. مصر 2020 ان شاء الله، 2020 مش 2030، 2020 هتبقى دولة تانية خالص، يمكن السيد الرئيس قال كده، هتشوفها هتبهركم، لان ده فعلا. وبعدين احنا شايفين كشعب مصري هذه الفترة المشروعات العملاقة اللي بتتم، التخطيط السليم المبني على اساس علمي، يعني الموضوع مش ارتجالي او عشوائي، لا ده مبني على اساس علمي في كل المجالات يا فندم، في المجال العسكري التقينا بمستوى المجال التاني، في المجال الاقتصادي عمل اصلاح اقتصادي جيده جدا، وكنت حضرتك شفتي دعم الوقود بس بالامس المحروقات بس كام مليار جنيه مصري من الميزانيه بتاعت الدوله، 125 مليار او 124 ونص تحديدا زي ما قال وزير البترول. يبقى اذا في هذه الحاله يعني حضرتك مبلغ كبير جدا، دعم محروقات فقط لا غير، دعم محروقات مش اجمالي الدعم، ده دعم محروقات فقط. يبقى ده يدل على ان مصر فعلا ماضيه، مصر قادره على انها ان شاء الله بالتكاتف والتعاون والعمل والاصرار والصبر، الصبر ما فيش حاجه بتدوس عليها بزرار تشتغل، لا ده في اجراءات بتتم وفي خطط بتنفذ وخطط موضوعه مرحليه بتنفذ دي ثم دي ثم دي ثم دي. بنستشعر المرار في ارتفاع اسعار، في بعض المشاكل، ده شيء طبيعي، احنا عاصرنا هذه المراره وعشناها في فترات سابقه، وفي النهايه حققنا النص في 73 بعد 67 تحديدا. يبقى النهارده انا لازم اقتدي بهذه المرحله، وتبقى في رساله هنا جاياني من 67 بتقول لي ان انا في هذه المرحله اللي بنعيش ظروف مشابهه ليها، اعتقد ان احنا قادرين على تجاوزها، قادرين على تجاوز المحن دي كلها، ومن ثم نقدر نقول ان احنا كدوله مصريه قادرين على تحقيق الدوله الرفاهيه في 2020 ان شاء الله. شكرا جزيلا اللواء عادل العمدة، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا. ينضم إلينا أيضا الآن الأستاذ أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية. أرحب بك أستاذ أيمن، وأتابع معك أهم ما جاء في كلمة الرئيس السيسي بالأمس في الندوة التثقيفية 29 للقوات المسلحة، ويعني قرأنا البعض من هذه الكلمة في الاتصال السابق الآن مع اللواء عادل العمدة مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، وأتابع معك هذه القراءة. هناك أيضا رسالة عامة حيث تحدث الرئيس السيسي وأكد أن الجيش المصري نجح بإمكاناته المحدودة أن ينتصر وأن تعبر قوات الجيش قناة السويس وتدمر خط بارليف وتحرر قرابة 20 كيلومترا من أراضي سيناء، وأشاد بالرئيس الراحل أنور السادات وكانت الحرب للاستشهاد. ذكر كذلك بأن 2011 كانت العلاج الخطأ للتشخيص الخطأ، كيف قرأت هذه المقاطع في الكلمة؟ يعني أولا كانت كلمة الرئيس في الندوة التثقيفية 29 كانت كلمة شاملة، رغم أنها كانت مرتجلة استمرت 40 دقيقة وكانت مسلسلة بشكل يعني رائع. أنا في اعتقاد إشارة الرئيس في كلماته إلى مشهدين، مشهد من 67 إلى 73 والمشهد الآخر ما من 2011 وحتى الآن. في كلا المرحلتين كان هناك تحديات، لكن السيد الرئيس أشار بشكل واضح لأن العدو في 67 و 73 كان واضحا، وكانت إرادة المصريين كلها في محاربة هذا العدو، لكن العدو الآن والمتمثل في الإرهاب هو عدو يعني خفي
قد يكون يعيش يعني وسطنا، وبالتالي عملية المجابهة مستمرة لكن بمفردات وبعناوين وبآليات مختلفة كما قال السيد الرئيس. أنا في اعتقادي الدولة المصرية ماضية في مواجهة مثل أستاذ أيمن. فقدنا التواصل بالأستاذ أيمن سمير خبير العلاقات الدولية. كانت هناك أيضا يعني عدة أحداث هامة في هذا الأسبوع. أستاذ أيمن عاد التواصل معك مرة أخرى، إذن يعني قرأنا سريعا أهم ما جاء في كلمة الرئيس بالأمس في الندوة التثقيفية 29 للقوات المسلحة بمركز المنارة، والتي تم فيها تكريم أبطال للقوات المسلحة وتكريم أيضا زوجة اللواء باقي زكي الذي كان يعني له الفضل في فكرة استوحاها من ما تم في السد العالي بأسوان، ما تم من عمل في السد العالي بأسوان، وهي طلمبات المياه لهدم الساتر الترابي. وكان هناك أيضا الاستعراض الخاص بالإنجازات وبطولات القوات المسلحة. هناك أيضا إنجازات كانت في هذا الأسبوع على مستوى السياسة الخارجية، كانت وجولات الرئيس السيسي، كانت الزيارة إلى جزيرة كريت في يعني واحدة من أهم الزيارات التي تأتي أيضا للإنجاز وأيضا للعمل في مجالات مختلفة يتقدمها مجال الطاقة المتجددة، البترول، مجال أيضا السياحة، كذلك العلاقات الخاصة بالدول الثلاث وتنمية هذه العلاقات وتعزيزها. وبالتأكيد كان هناك الطرح الدائم للقضية الفلسطينية، وهي واحدة من أهم ما يأتي دائما في أجندة الرئيس في جولاته الخارجية، والمشهد السوري وكذلك الليبي. كيف تابعت هذه الزيارة التي تطرقت إلى الكثير من الأمور، الاستثمار، الطاقة، السياحة، والحرص على تعزيز وتطوير مجالات جديدة لتحقيق طفرة نوعية في التعاون ما بين هذه الدول؟ أولا هذه القمة الثلاثية هي القمة السادسة في إطار آلية التنسيق الثلاثية التي بدأت منذ جولتها الأولى في نوفمبر 2014. نعم. انعقاد هذه الآلية بهذه الدورية وتؤكد وجود إرادة سياسية لدى الدول الثلاثة لتعميق التعاون والتشاور واستكشاف الفرص المتاحة أمام الشعوب الثلاثة في كافة المسارات وفي كافة القطاعات. أنا أطلقت على قمة كريت أنها قمة تعزيز المكاسب وجني الثمار. لماذا؟ لأن ربما كانت في القمم السابقة كان يتم الاتفاق على عقد الاتفاقيات، التوقيع على بروتوكولات العمل، لكن نحن في قمة كريت أصبحنا بالفعل أمام ثمار حقيقية، لأن خلال الشهور الماضية تم التوقيع على اتفاقية الربط الكهربائي ما بين مصر وأوروبا عبر قبرص، باتفاق ما بين مصر وقبرص. ايضا تم الاتفاق بين مصر وقبرص على عمل خطوط لنقل الغاز من حقل افروديت القبرصي الى مناطق الاساله في ادكو وفي دمياط، وهذا يصب في صالح تحويل مصر كمركز اقليمي في شرق البحر الابيض المتوسط لتداول وتجاره الطاقه بكل اشكالها، سواء كان غاز او بترول او طاقه جديده او متجدده او غيرها من اشكال الطاقه. أيضا في مجال السياحة أصبحت سياحة الكروز ما بين الدول الثلاثة، تم التوقيع على اتفاقية بشكل نهائي بين وزراء السياحة في الدول الثلاثة لاستئناف سياحة الكروز التي كانت موجودة قبل عام 2010، وهذا سيدعم بشكل كبير جدا القطاع السياحي خصوصا في ظل توجه الدول الثلاثة لعمل ما يمكن تسميته بالعرض السياحة المشترك في الأسواق السياحية البعيدة مثل الصين والبرازيل لاستجلاب السياح من هذه المناطق البعيدة بعروض مشتركة ودعاية مشتركة، بحيث يأتي السائح من هذه المناطق البعيدة ليقضي بعض الليالي في مصر وليالي أخرى في اليونان وفي قبرص، وهذا تعاون كبير جدا وسيأتي بثمرة كبيرة في القطاع السياحي. أيضا في مجال التعاون ما بين الموانئ المصرية والموانئ القبرصية واليونانية هناك تعاون كبير، خصوصا أن اليونان وقبرص كلاهما دول بحرية بامتياز،
وبالتالي هناك اتفاقيات تم توقيعها بين قبرص واليونان من ناحية وهيئة قناة السويس من ناحية أخرى، بالإضافة إلى التوأمة ما بين الموانئ القبرصية والموانئ المصرية. هناك نموذج واضح لهذه التوأمة ما بين ميناء الإسكندرية وميناء بيريط في اليونان، وهذا سوف يدعم بشكل كبير جدا الأسطول التجاري المصري واستفادة مصر من اللوجستيات، بما يعزز العوائد المصرية من الموانئ سواء على البحر الأحمر أو البحر الأبيض المتوسط. طبعا كانت القضايا الثنائية والأزمات الإقليمية في صدارة المباحثات في قمة كريت، وهناك توافق بين الدول الثلاثة، لأن الدول الثلاثة تنطلق من مبادئ متفق عليها بينهم، أولها أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي الحلول فقط الناجعة لكل الأزمات في المنطقة، وأن الابتعاد عن عسكرة الصراعات ولغة البندقية والرصاص هو الحل الوحيد لمثل هذه النزاعات. وبالتالي هناك دعم من الدول الثلاثة للحلول السياسية سواء في سوريا أو في ليبيا أو في غيرها. طبعا حضرتك أشرت إلى قضية مهمة وهي قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، خصوصا أن هذا الصراع مجمد منذ أبريل 2015 عندما انتهت آخر جولة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهناك دعم من الدول الثلاثة لقيام دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وبالمناسبة اليونان هي إحدى دولتين فقط في الاتحاد الأوروبي بتعترف بفلسطين طبقا لحدود 67 هي والسويد، وبالتالي هناك دعم كبير جدا من قبل اليونان وقبرص القضية الفلسطينية، خصوصا أنهم صوتوا للدولة الفلسطينية عندما تم التصويت عليها في الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2014 فيما سمي نون ممبر ستيت أو دولة بصفة مرائب في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبالتالي هناك توافق كبير جدا بين الطرفين، مصر من ناحية ومعها قبرص واليونان في كافة المسارات سواء فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية أو في الملفات الإقليمية. شكرا جزيلا أستاذ أيمن سمير خبير العلاقات الدولية على هذه القراءة والتوضيح بالنسبة لزيارة الرئيس السيسي إلى جزيرة كريت أكبر الجزر في اليونان. شكرا جزيلا لك، وبعد قليل ألقاكم في جولة جديدة على شاشة إكسترا نيوز، ابقوا معنا.